اذا عندي هون سلندر حطينا في داخله في بيستون ورحنا صنعنا البيستون بشكل دقيق في سي ان سي ماشين او شيء بحيث انه هون هذا الدايمتر تبع هذا البيستون 100 ملم اللي هو بيساوي 0.1 ملم وهون حطينا على هذا البيستون فورس والفورس هون كانت تساوي 4.45 متر إذا ضغطنا على هذا البيستون ب 4.5 نيوتنز عرض البيستون من هون هاي المسافة أو هذا العرض من هون 50 مليمتر هلا في إشي مهم بهمنا شو هو قبل ما أكمل لازم أعرفه الأريا بقدر أحسبها هيها إشي الأريا تبعت وجه السلندر بين السلندر وال تمام هاي المسافة هذه طبعا بدها تكون فيري فيري هايلي كنترول بتحكم فيها يعني التصنيع شوفوا أهمية عملية التصنيع والتولرنس لما أنا بروح على المصنع بقول له صنع لي هذا السلندر قطره الداخلي لازم يكون هالقد وصنع لي هذا البيستون وقطره الخارجي لازم يكون هالقد هلا هدول بدي أحطهم الاثنين في بعض يشتغلوا بدي أحط عليهم السيل بدي أتحكم بالتولرنس مظبوط كنتوا تعملوا برسم الهندسة بتحطوا التولرنس هلا هاي المسافة اللي بينهم .05 millimeters يعني تساوي .05 على 1000 فبتصير عندي 1-2-5 10 to the minus 5 meters مضبوط هاي اللي هي هاي المسافة اللي الثيكنس هذا اللي موجود هون تبع الاويل فيل طبعا في عندي اويل موجود في اويل بالسيستم ففي فيل بس لاحظ الاويل فيل مش بس هون وهون هو هو دائره مش هيك ومحيط هذه كانها من هون هاي الاريا مش هاي الاريا بتهمني ليش بتهمني هاي الاريا؟ عشان الشير ستريس لانه انا عندي فورس بس لازم اعرف الاريا اللي بيشتغل عليها الفورس عشان احسب الشير ستريس هون في المنطقه هاي اذا عندي هون الاريا شو بتساوي؟ تساوي محيط هاي الدائرة مضروب مش هيك مش انا اللي بدي احسبه هاي الدائرة لو عندي هذا لو بدي احسب الاريا تبعت هاي المنطقة مش لازم اعرف هاد المسافة واضربها هاي المسافة هاي اللي هي 50 ملم في باي ار سكوير او باي دي مش هيك دي قديش عندي باي دي سكوير إذا بدنا نسمي هذه مثلا هون تي عندي باي دي بدي احولها الى امتار فبتصير 0.1 ننطق عليها بالدولارات نعم ننطق عليها بالدولارات لا اي اريا بستعمل قصدك الاريا الخارجية ولا الاريا الداخلية يمكن لو بدنا نكون دقيقين 100% ناخذ الافرج مضبوط كلامك صح بس رح ياثر تاثير بسيط جدا متخيل انت 100 بدك تضيف لها قديش؟ 0.05 كلامك مضبوط نظريا مضبوط عمليا رح يطلع الرقم ما رح يختلف كثير فرح افترض انه هي اللي هون 0.1 وبعدين هذا مضروب بالثيكنس اللي هي 5 على مش هيك مضبوط 0.05 فبصير عندي المسافه هي 0.05 هذه مش تربية لانها السيركمفرنس المحيط مش هيك باي في دي بتعطيني المحيط والمحيط بضربه فيه 0.05 خلينا نتاكد نشوف هاي قديش تطلع معنا قديش تطلع ايه 0.015 هلا اذا بدي احسب الشير ستريس شو بيطلع الشير ستريس معي عندي 4.45 على 0.015 فالمفروض بيطلع معي انا طالع معي هون 283.3 تاكدوا 290 96 ليش انا طالع معي غلط هون 4.45 دكتور نعم الاريا باي دي تربيع مضروب بالثيكنس لا بس انا ما بدي اريا انا بدي لاحظ انا مش هاي الاريا اللي بدي اياها انا بدي هذا السطح
كل التوبس كان سكوير. في شيء غلط ايش الغلط؟ سكوير. صارت ما تصير معي ولا تنسي. اه بس انا هاي ما ربعتها، ربعناها؟ لا ما ربعتها. اه مضبوط هيك. اه انت مع اي رقم اي رقم هذا؟ طيب الثاني بس يتاكدوا من الرقم هذا من هون 283.3 باسكال. انتوا عارفين الاري شو اللي حسبناه؟ الاري جينا على هاي هين حسبنا هذا الطول وضربناه بهاي الثيكنس، فاللي بحسبه انا مش هاي الاريا، عم بحسب هذا الطول كسيركمفرنس في هاي المسافه. اوكي اذا طلعت معنا هاي الشير ستريس، ايش لازم هلا احسب؟ بدي اعرف السرعه. هذا استقر على سرعه مقدارها في ستيدي ستيت كانت 3.66 او 3.66 مترز بير سكند، استقر على هاي السرعه والثيكنس هاي عندي مش هيك المسافه هي هتي. فقديش السلوب ايش الجريدينت الفيلوسيتي جريدينت اللي هي في على دي بتساوي 3.66 متر بير سكند على 5 تايمز 10 تو ذا ماينس 5. انتبهوا دائما من اخطاء الشائعه ما بحولوش، بضل يكمل الطالب في المليمترات، بيطلع ارقام كبيره، لازم تحول كل شيء لنفس اليونت. 3.66 على 5 تايمز 10 تو ذا ماينس 5 قديش تطلع؟ 93 73 اه 200 هيك. وايش وحدتها راح تكون؟ هذه متر وهاي متر بير سكند، راح تكون سكند ماينس 1 مش هيك؟ وبعدين عندي بالاخر تطلع نيو بتساوي تاو على في على دي وتساوي انا بطلع معي هون 3.87 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 باسكال سكند، او 3 لو زحنا هلا هون 1 2 3.87 ملي باسكال سكند. مضبوط؟ اكد هيك الرقم طلع معكم مضبوط؟